لدينا فيديو مهم جدا أيضا، ولكن في وقت سابق خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نتحدث. فيديو سابق للشيخ الدكتور همام حمودي عندما كان في مجلس النواب، كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أقام حفل سنوي بمناسبة عيد الغدير الأغر. طبعا مثل ما شاهدتوا في هذا الفيديو، الموضوع يعني منذ فترة الناس وكل من يحاول أنه يجير الموضوع لجهة معينة، فيديوهات موجودة والأخبار موجودة والتواريخ موجودة. خلينا نشوف شنو عندنا أيضا بخصوص هذا الموضوع. مكتب الشيخ الدكتور همام حمودي في ذكرى الغدير الأغر. الدكتور حمودي: نأمل أن يكون الغدير عيدا وطنيا رسميا ومناسبة للتأكيد على وحدة الصف وتأمين كرامة الإنسان وتخليصه من الإرهاب. هنا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ دكتور همام حمودي الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الغدير الأغر، سائلنا المولى العلي القدير أن يجمع كلمة ووحدة المسلمين عموما والعراقيين خصوصا ضد العدو المشترك الإرهاب، مباركا في الوقت ذاته انطلاق عمليات الشرقاط والانتصارات التي يحققها الأبطال بفضل وحدتهم في ساحات القتال والتي تزامنت اليوم مع هذه الذكرى المباركة. وأعرب الدكتور حمودي خلال بيان التهنئة عن أمله أن يكون الغدير عيدا وطنيا. هنا بيت القصيد، تغريدة سابقة بتاريخ سابق ما بين السطور. وأعرب خلال بيان التهنئة عن أمله أن يكون يوم الغدير عيدا وطنيا رسميا شاملا لجميع العراقيين، مشيرا إلى أهمية جعله مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وتأمين كرامة الإنسان والاستنارة من صاحب الذكرى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في البسالة والإخلاص والعدل.